اهلا بحضراتكم مره تانيه. تعالوا نشوف ترند الاهلي وهي اهم الاخبار اللي اتقالت على السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه النهارده بالتحديد وبعد فوز الاهلي امبارح على المقص. اليوم السابع على تويتر قالوا ان جهاز الاهلي يبدا رحله استكشاف ايسترن كومباني قبل موقعه الجبل الاخضر. مباراه تبقى صعبه، بتلعب فرقه بتحاول ان هي تقعد في الدوري ممتاز معها مدرب كويس ومخضرم زي الكابتن علاء عبد العال، بتلعب في استاد المقاولين العرب، فهي مباراه في كل الاحوال صعبه. لازم احنا نكون افضل من امبارح كده بكتير جدا، لازم نكون افضل بكتير ونحاول نحسم الماتش بشكل مبكر والامور تبقى افضل باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لكوره بلس وحسابهم على تويتر. فحص طبي لتحديد موقف كوكا من المشاركه مع الاهلي امام ايسترن كومباني، واعتقد كريم قال لنا كل التفاصيل. نروح ليلا كوره حسابهم على تويتر، مصدر في الاهلي ليلا كوره: عبد القادر وكوكا جاهزان لمواجهه ايسترن كومباني، بنسبه كبيره هيكونوا متواجدين في قائمه الفريق. مبتدا وحسابهم على تويتر: طلب سواريش رحيل 10 لاعبين ابرزهم ميكيسوني ومحمود متولي ومحمد محمود ووليد سليمان وحسين الشحات وقفشه والموافقه على احتراف اليو ديانج. بصوا يا جماعه، انت دلوقتي واحد زي وليد سليمان مثلا، كان من اسبوعين ثلاثه كده في ناس قالت لك ايه ده سواريش طلب ان يتم التجديد لوليد سليمان. كده كده وليد سليمان خلاص يا جماعه، ده اخر موسم ليه، يعني اخر شهر اخر اسبوعين ليه في الكوره وهيعتزل. فان وليد سليمان يتحط في الخبر دي حاجه غريبه بالنسبه لي بصراحه. خش بقى على اللي بعده، قال لك ايه بقى ميكيسوني: قد نتفق وقد نختلف، او ممكن نكون كلنا متفقين على يعني وضعه الفتره الجايه، هنشوف ايه اللي هيحصل. محمود متولي، محمد محمود، الناس دي بتشارك دلوقتي لسه بيتم تقييم. حسين الشحات اللي هو احد ابرز اللاعبين في وجهه نظري بصراحه، والارقام نفسها بتقول كده، برضو ناس كتير جدا دايسه في حسين الشحات حاطينه في وسط. وفي الاخر كل حاجه وارد حدوثها طبقا لرؤيه الناس في النادي، لكن في لعيبه مميزه جدا موجوده في الاسماء دي، وفي اكتر موجود في الخبر يعني. فمش هتطرق لكل الاسماء واعلق على واحد واحد، بس قال لك كمان قفشه وقال والموافقه على احتراف اليو ديانج. بالنسبه لي مع كامل احترامي، كلام بنسبه كبيره جدا غير منطقي، مع كامل احترامي يعني لموقع مبتدا والزملاء الاعزاء اللي موجودين اللي كتبوا الخبر ده. الوطن سبورت: فيوتشر يغري احمد ريان بالكونفدراليه والمشاركه اساسيا لخطفه من الاهلي. هم هيخطفوه من الاهلي ازاي؟ ما هو احمد ياسر ريان في عقد مع الاهلي، تمام، هو عنده عقد لسه ممتد لفتره طويله مع النادي الاهلي. احمد ياسر ريان بيشارك في التدريبات، محل تقييم عند المدير الفني، ممكن يكون الجمهور الاهلي مقيمه ان هو مهاجم مميز جدا، وانا من واحد من الناس اللي شايف كده، بس طبعا رؤيتي ملهاش اي لازمه، لان في مدير فني هو ادرى، مدير فني الناس وكمان المسؤول على الكوره هم ادرى، فبيتم التقييم في الاخر اتخاذ قرار. لو في قرار بان احمد يكمل يبقى هيكمل، خلاص الموضوع محسوم. في قرار ان احمد يطلع عارة او يتم بيعه، تمام، فبرضه ده موضوع محسوم، ما فيهاش لا خطف ولا كلام من ده. فهيبقى في تواصل من بعض الانديه، ممكن يكون ابرزها فعلا فيوتشر، ممكن لو هم عايزين اللاعب فيروح متواصلين مع الاهلي في حاله رغبه الاهلي في عدم استكمال احمد ياسر ريان مشواره مع النادي. فخلينا نشوف ونترقب. بس بعض العناوين ساعات بتبقى اللي هي ايه الغرض منها، انك ان هي تشدك عشان تقرا، وهي دي يعني مدرسه عادي مقبوله جدا في الصحافه وفي الاعلام بشكل عام. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. يلا